سار عمر يوما ومعه أبو عبيدة، فالتقته امرأة في الطريق فقالت: إيه يا عمر، لقد كنت تسمى عميرا تصارع الفتيان في أسواق عكاظ، ثم ما لبث أن سميت عمرا، ثم ما لبث حتى أصبحت أميرا للمؤمنين. فاتق الله يا عمر واعلم أن الله سائلك عن الرعية، كيف رعيتها؟ فبكى عمر بكاء شديدا، فلام أبو عبيدة المرأة على قصرتها على عمر، فقال له عمر: دعها يا أبا عبيدة، فهذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. سمع عمر ليلة عجوزا تقول لبنيتها: أمزج اللبن بالماء. فقالت البنية: أما علمت يا جدة أن أمير المؤمنين عمر نهى عن مزج اللبن بالماء؟ فقالت العجوز في لحظة غفلة: وأين عمر حتى يراه؟ فقالت المؤمنة الموقنة بنظر الله: إن كان عمر لا يرانا، إن كان عمر لا يرانا، فرب عمر يرانا. مر ابن عمر على رويع غنم في صحراء، فقال له امتحانا: بعنا من هذه الشياه. فقال: أنا مملوك ومؤتمن، أنا مملوك ومؤتمن. فقال ابن عمر ممتحنا إيمانه: قل للمالك أكلها الذئب. فقال رويع الغنم الذي امتلأ قلبه خشية من الله: وماذا أقول لله، ماذا أقول لله إن قلت للمالك أكلها الذئب؟ فماذا أقول لله، ماذا أقول إذا نطقت الجوارح والأركان؟ اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فبكى ابن عمر وأرسل إليه من يعتقه وقال له: كلمة أعتقدك في الدنيا، كلمة أعتقدك في الدنيا، أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه، أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه. قال بقلب مليء بالإيمان ومراقبة الرحمن: ماذا أقول لله؟ إذا أردت أن تعرف مدى إيمانك فراقب نفسك في الخلوات، راقب نفسك في الخلوات. إن الإيمان لا يظهر في صلاة ركعتين أو صيام نهار، بل يظهر في مجاهدة النفس والهوى. والله ما صعد يوسف عليه السلام ولا سعد إلا في مثل ذلك المقام. وأما من خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وآخر دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، فقال: إني أخاف الله. أغفل للذنوب، أغفل للذنوب، ما أقبح آثارها وما أسوأ أخبارها. وهل تحدث الذنوب إلا في الغفلات والخلوات؟ يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي، قل لي: من أنت وما علمك وإلى أي مقام ارتفع قدرك؟ وبرزت الجحيم لمن يرى،
وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.